سنة وتعهد وتعهد عقبين عقبين. يكشدي أويا أو ها فاشباني خو زوان زوان أو ها زوان تروكا خاصة تستانا رودا بيدا قرشي كم كان الكلام دبي أو ها زوان تروكا دري أنه صلى الله عليه وسلم لإعانة كيدري رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وتعهد عقب وموق وموق عقب أشبانيا وموق في غنبري خواهي فرمت ويل للأعقاب من النار أي عذاب له كسي أي في خونا شوى الزوان وموق موق موق جزوان بشوى موق شندرة وهو طرف العين كل انسجة ساوي الذي يلي الأنفاء للاي كفوي زوان خاصة هند زاران سبعينات زقيدك ولا عازين لا عازش زوان بشواد لا عاز شندرة وهو الطرف الآخر لايتك إيه بس زوان بشواد باشا بسبب تيش قيهما بتلشجتك هل يق إلهش تساوي راستا بتلش راستا وهوش زارا ترتيبه شيء سام زوانا سو شيء أجابه تلكين أو تساوي أنا عارق دمي هوش أنا عارقه بس هرتي قبلو تساوي أخوي أزور زوانا ومحل ندب تعهدهما هنجن درم سنة إذا لم يكن فيهما رمس أجر زيق فيه نبي بكل دل نزيق يمنع وصول الماء إلى محله زيق شوي فيه نبي بقول إنك تساوي كمنع آبك وإلا أجر زيق فيه بمنع آبك فتعهدهما واجبون هنجي هر تعهدي واجبة باشبانيا كش حلوية باشبانيا كش حلوية كقول ما السنة تا هنجوي أجر شنا شوي في ونبي يعني آوي معلوم ببيدك أجر هنجي سنة أجر معلومة دبوبة به هرب شابت آوي فينا كي واجب ده يهرب شيء كما في المجموعة ولا يسن غسل باطن العين درتساوي درتساوي بباطن حسابا لا رشاتي كي بيبلوك كي بس آوي بلا كي أو واجبني بل قال بعضهم يكره وهو بخوي يقول بيش هو يكتب كوبري بخوي زاني ودليل عقلي بل قال بعضهم يكرهوا عند قوتيان هر مكروه خراب له للضرر أو دليل كدليل شيء عقلي وإنما يغسل إذا تنزس هذه لو جاي كابرا يكتاي بيز بده يشوا مثلا أوش بيس بيك أنا يشوي باش تعز قوت تساو شوشتن باش نزل ريعة هذه لو جاي بيز بده يشوا دليل غير زي أمر النزاسة يسون شيء النزاسة هو ده بلا هو معلومة واستقبال القبلة في كل وضوئه وابا شركات دستشنير لقبلي وترك تكلم في أثناء وضوئه لناو ندسمش شنير قسام ما كده يقدي وشون زاره أو زائر دسمش هذا شون قسام ده يقدي ده كان وخرابة بلا حاجة بلا حاجة أجر حاجة أجر حاجة أبي دبيني أمر بمعروفة يعني شنش خراب دبيني قصة شيء يعني سلام اللي ذكى يعني سلام اللي ذكى بغير ذكر بس تكلم خودك الذكر خام ديني داني قدري الحمد لله الذي جعل الماء طهورا يعني شهادة وإيماني بحق ديني أو قيدناك أو كدرم قسام مكة يعني قصة بفائدة مكة ولا يكره سلام عليه كامر دس من يجد شواء خرابني أقا سلام اللي يبكي سلام عليه ولا من هو أبي السلام العالم يبكى نا سلام كردن نا جواب دانا وشتاق خراب نيا درام سنة تيشنيا ولا رد سلام عليه ولا منه نا سلام اللي يبكي نا أو سلام يبكى شتاق مكروه نيا ولا رد كردن وش مكروه نيا طبعا مادم سلامك مكروه نبي جوابي مكروه نيا وترك تنشيف بلا عذر واباشا وشي تنشوش اوكي هو تستقو نستر اليوم خاول ماولو انا هلا بدا قيلك التنشيف هيشك النوايا هيشك مكوا بلا عذر ببي معذره اقا معذره هبي قيدينا كده من السر ما انا با عندي بس اقا سر ما وشتي وانا نبو أوها بركات أو أوابي مني باشا لو للاتباع اسمك في غنبر صلى الله عليه وسلم وايكرديا دري وذلك لأنه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة لأنه عليه الصلاة والسلام رد منديلا زيء به إليه لأجل ذلك عقب غسل من الزنابة دري زيء به بس
هم لكتي وش اللي كم ديت يدري خزاني في غمري هو صلى الله عليه وسلم أو بس تمارك شو شلوه هنا تاز أخوي شو جدو فرمي ليه قري أخوي شو نكتو والشهادتان عقبه آل ولوئي فاشي دس نجيل أول شو قلت ما شهادة إيماني بحق بيني باش بس لو شيل خوش بيوا شهادة إيماني بحق بيني بري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا بين شيزوري بينسي فيقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه أو هذا سيخو برندك وشي دس من الشوش وبصره إلى السماء أو ها تاوي بدا عاصمان دس خوش برسكوا ولو أعمى باكورش سبري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لو سنة لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت من تولأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية در كيف حشتي حشتن لو يدجن بحشتي يعني هش در كي هي أو در كان اللو در كريتوا يدخلوا من أي هشاء وشهاني دسي لو رزو احترام أم در كان اللو در كريتوا زاد الترمذيو ترمذي دري هلو حديث سيدا في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أو دعا يجبك بري اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خواب مجر لو كساني كتوب كارنو فاكو خاوين وروى الحاكم وصححه إمام حاكم فرميتي وحديث الصحيحة من تولأ ثم قال سبري سبحانك اللهم وبحمدك أو عبري أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ودزان معنى يسير وأتوب إليك أقر أو هايقو كتب في الرقي أو ملائكة إخوائي لا لا قايشة شيء لا قايشة شيء ده نسن أو يبى رجنا بتوا وش موري مور ثم تبع بطابعين أو إذا تبع ذكري وش ما تبعي فلم يكسر إلى يوم القيامة حتى رج قيامة ناس شيء أو حد مني حد مني حتى رج قيامة أو زهنجنة الرق زلد رقيق يكتب فيه قايشة ده كقايشة لو إذا مني توا حتى رج قيامة خي تعالى بعد شكي بدأ توا أو معنى يسيا فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لم يتطرق إليه إبطال معنى بتالنا برشنا بتوا كما صح أروش الحديث هي حتى يرى ثوابه العظيم أو شهد إيمانك هنا أو زل الدعاء سبري ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أو زل الدعاء بري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويقرأ إنا أنزلناه ثلاثا أو زيد زاران إن أنزلناه في ليلة القدر أو هبري أو هبري كذلك وش جوتمان وش جوتمان جوتمان كوبو أو جوتمان مستقبلا للقبلة أو مانجو بس رافعا يديه وبصره إلى السماء مانجو درى بلا 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 رفع يدين هنا دستخبرت كلا إن أنزلناه أو هبك بس دستخبرت مك بس ما ده بخنينا أنزلناه يعني سورتك هم ويقرأوا إن أنزلناه يعني سورة إن أنزلناه ومضافة كده معزوفة ويقرأوا إن أنزلناه ثلاثا لما أخرجه الديلمي أن من قرأها في أثر وضوئه قرأها يعني أو سورتين مرة واحدة كان من أهل الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا عشر مع الأنبياء وقولوا كذلك أي مستقبلا للقبلة ويسن لإعانة كيدري بعد قراءة السورة المذكورة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني أو دعاجك باش زويت أو كذلك في بحلاق نتسم وأما دعاء إلى أعضاء المشهورة أدي دعاء أعضاء مشهورة دري سي الأعانة كي دري وهو أن يقول عند غسل كفيه وشد استخزو شوشت بري اللهم احفظ يدي عن معاسيك وعند المضمضة وشعاول ديخور كد اللهم أعني على ذكرك وشكرك
وعند الاستنشاق وجد كفي خود وركبري اللهم أريحني رائحة الجنة، وعند غسل الوجه وجه الروي خود شبري اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسد وجوه ما شاء الله غاية جوان، وعند غسل يديه اليمنى وجه في راسة شبري اللهم أعطيني كتابي بيميني وعاسبني إسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى وجه إيد سوفت شوش اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس بري اللهم حرم شعري وبشري من النار، وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. أو دعاء الدعاء زور لكن أموي مناسب هل يقدر مع اللي خوي زور زور معناه جدوان وريشان هي. وأما دعاء الأعضاء المشهورة فلا أصل له يعتد به أصل وهينية اعتباري في بكري يعني من ناتو أنا بري فرانكس كرواتي كديو حديث سو حديث السنة معنى وني دعاءك خرابة دعاءك دعاء زور باشن معناه زور زوانا زور مناسبة بركته برام وكو بري سنة بسنة سنة دنيا فلا أصل له معناه أول ناتو أنا بري سنة ما دام وابي فلذلك عزفته لو من نمجو تبعا لشيخ المذهب النووي إمام النووي جنا يقول يلا من هذه رضي الله عنه. وقيل في دري يستحب أن يقول عند كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري دري حديثك يا مستغفري الرواية كردية مستغفري وقال حسن غريب وتتي حديثك حديثك حسنة حسن أي من حيث المعنى غريب أي من نقل من حيث النقل وما انفرد برواية راوي واحد يقرأ الروايات كدير بدينه غريب وشربه وش السنة من فضل وضوئه لو إلا بدرس نجى معده مثلا بدرس نجى نشوش وش بيشان بلو عوش ترى نبو لب مسينا وين دشوش وش بدرس نشوش بيتوك عونا من يتوا عند شكمو كشم خوله بركته من فضل وضوئه لخبر إن لبأو حديث إن فيه شفاء من كل داء ويسن رش إزاره به وأباشا أو أوي كلا برد ما هو عند شيء أو هل بيش خبر شنا كنجي أي إن توعم عسول مستقذر له أجر رجو ما نتعمون خبش كل مشكل لعردي بيك وبي توشي وسوسين أدي وتعدد سيدري فوق بشكل غير أو ليريا دشوا يدي سار بشكل شكل فيدا كتو هلا خوب يزوزو أو هاتش بكو بترات كديت دري 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 أو أبي دس نجى أو كان نو فيرا كبين دري كما استزعره شيخنا معنى الشرع لاني أو إني خرج وسوسين هبي أو لو يوجد يا وعليه يحمل الرشع صلى الله عليه وسلم لإزاره به كدين بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو رشي أو جويك اليوم لو أنا أو شحلبة هندي بيضا وركعتاني بعد الوضوء وشي لخوب يولد اسمين جيد سنة الوضوء بكا أي بحيث زبح باشي بكنجيا بعد كوا أي بحيث تنسباني إليه عرفا بعدت برن أو سنة دا اسمين جيد بين شي وشي زور زوري بيتسو ونابت سنة دا اسمين جيد مصير على نتو سنة دا اسمين جيد بشوي وشي دا اسمين جيد إشارت شوش ونابت سنة دا اسمين جيد فتفوتاني بطول الفصل عرفان على الأوزة بعدد بين هو فصل شي زورة أو فوتا وعند بعض ما تقدر نافوتي بالإعراض إلا بإعراض هذا فوتي حتى تميل لسر بسنة بكي هل سنة كدوة بدن كوي إلا كاتن قوتي وده إلي فرانا كم سنة خوازبني نايك وبعضهم بزفاف الأعلاء عندك دار الكنجي عزاد إيش بوغا مي عادة كي روي وقيل من حدث يقيل الهدد اسمجة كد ما بي هذا بسنة اسمجة بكي نبي أو ذا قول كي بقوة أو يا عادة نرن بين شي زورة ويقرأ ندبا في أولى ركعته أو سنة اسمجة ناكي سنة كدو ركعته إلا ركعتي كم تصبخيني باشا بعد الفاتحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلى رحمنا ترحمني. وفي الثانية. وفي الثانية لركعة دوم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلى رحيم. هردو آية كان آخرا رحمنا حتى رحمني بخينا. سنة. هذا نبي. بدي بس.